لا يفوت أردوغان فرصة للحديث عما يسميه نهضة تنموية حققها حزبه لاقتصاد البلاد، لكن الأرقام تؤكد أن تركيا غارقة في الديون. فخلال هذا العام فقط أصبحت تركيا مطالبة بسداد نحو 170 مليار دولار بحسب البنك المركزي التركي. ديون القطاع العام بلغت أكثر من 23% وديون البنك المركزي نحو 11%. أما القطاع الخاص فمطالب بالنسبة الأكبر من الديون بأكثر من 65%. أما إجمالي ديون تركيا فوصل إلى أرقام فلكية تجاوزت 430 مليار دولار مطلع العام الجاري. وبالتساؤل عن قدرة تركيا على سداد ديونها فالأمر محاط بشكوك كبيرة، فالخزينة التركية لا تملك من الاحتياطي النقدي بالدولار سوى نحو 90 مليار دولار. أما الليرة التركية فواصلت التراجع أمام العملات الأجنبية، واستنزفت تركيا 85 مليار دولار استخدمتها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف. وصل أردوغان وحزبه إلى الحكم عام 2003 وكان الدين الخارجي عند نحو 144 مليار دولار، ليواصل الارتفاع منذ ذلك الوقت حتى تجاوز 430 مليار دولار في عام 2020. أرقام تكشف وهم النهضة الاقتصادية التي روج لها أردوغان، فإذا به يغرق الأتراك في مزيد من الديون التي ستثقل كاهل الأجيال المقبلة.